تحطي اللايك واشتركي في القناة احسن لك، وتفرجي على الفيديو للاخر كي تعم الفائدة. مع الاعتذار للفنان الكبير علي الحجار. ادي الزين وادي الزينة، قالوا الجنة هي جنينة، وعلي ياسمينة نشوف اسامينا، لو زفينا الزين عزينا. حلوة يا زينتي، واخدها مقاوة، عين حسادها زينها حلاوة، سموا وصلوا وقولوا بها داوة، رش العتبة بالفرجاوة، مع اني مملكش بعير وقطيفة ولا كسوة حرير، مع اني مملكش بعير وقطيفة ولا كسوة حرير، مع اني مملكش بعير وقطيفة ولا كسوة حرير، ولكني في العشق امير، والرزق على الله ويدينا. زين وادي الزينة، قالوا الجنة هي جنينة، وعلي ياسمينة نشوف أسامينا، لو زفينا الزين عزينا. أنا رسمالي بنتي حلالي، هي عفيتي وراحة بالي، لولي في عيونها ضيور لالي، قوموا غنولها وزفوا الغالي. وانا يابا اخدت الغندورة يا حبابة احلى من الصورة، وانا يابا اخدت الغندورة يا حبابة احلى من الصورة، وانا يابا اخدت الغندورة يا حبابة احلى من الصورة، فوانسها بتضوي على الاوضة، احرسها من العين يا نبينا. زين وادي الزينة، قالوا الجنة هي جنينة، وعلي ياسمينة نشوف أسامينا، لو زفينا الزين عزينا. ادي الزين وادي الزينة، قالوا الجنة هي جنينة، وعلي ياسمينة نشوف أسامينا، لو زفينا الزين عزينا. هتحطوا لايك ولا اكمل؟ تبقى ليلة مش فايت علينا. حطوا لايك احسن لكم، لكمل زن غنى في ودنكم للصبح، انا قلت اهو. وكمان اشتركوا في القناة احسن لكم، لكمل زن غنى في ودنكم للصبح، انا قلت اهو. حطوا لايك. النهاردة هنعمل زينة باكياس الشيبسي، ممكن الدوريتوس بيك رولز، اي حاجة، اي اكياس موجودة هتستخدميها. هنفتح الكيس من جميع الجهات باستخدام المقص، بعد ما قصيت الكيس انا عايزه اخلي الناحيه اللي فوق هي الناحيه الفضي، والناحيه اللي تحت هي الناحيه الفضي، يعني الناحيه اللي باينه تكون الفضي. فانا قلبت الكيس زي ما انتم شايفين. كنت عايزه اقول لكم ان الاكياس دي بنغسلها قبل ما نستخدمها. ازاي؟ بحط نقطه بريل جوه الكيس وافتح عليها ميه وارجه، وبعدين بروح كب الكلام ده في طبق كبير واحط الاكياس كلها مع بعض، كل كيس فيه نقطه بريل، وفي الاخر بروح شطفهم كلهم وتعلقيها على الحبل بتاع الغسيل وتنشريها عادي خالص وتنشف. حكي لنا ازيكم، عاملين ايه؟ شايفيني انا رحت غيرت اللي انا كنت لابساه، الجوانتي كان معاكسني فرحت غيرته هو والعفريته اللي معايا، يعني انا احب اطقم الجوانتي مع العفريته اللي انا لابساها. ما سلمتش عليكم في بداية الفيديو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. حط اللايك، وكل سنة وانتم طيبين. حط اللايك. ايه يا اختي ده اللي كل كلمة تقول لنا حط اللايك حط اللايك؟ بصحيح حطيتوا اللايك واشتركتم في القناة احسن لكم، ورزعتم اللايك احسن لكم، انا قلت اهو. حط اللايك.
اول حاجه بقى بعملها في اكياس الشيبسي ان انا هعملها اكني بالظبط بعمل مروحه، وضيقي المسافه، كل ما بتضيقي المسافه بتكون احسن في الشكل. يعني احنا طبعا الكيس اللي احنا قصيناه فتحناه بنحط الاتنين على بعض وبنعمل اكننا بنعمل بالظبط مروحه. طبعا كلنا يعني اساتذه مراوح. بعد بقى ما عملت المروحة هعمل ايه؟ هتنيها تبقى متساوية من تحت ومن فوق، ومن فوق طبعا هجيب مقص وهساويها كلها عشان ما تبقاش مش مستوية ويبقى شكلها حلو وجميل. هجيب المقص اهو وهقص من فوق عشان يبقى متساوي كله، يبقى حتة واحدة بالشكل ده. واظبط ايدي كويس عشان وانا بقص اللي هو التانية دي اقص برضو بالتساوي وما حركش ايدي. تحسوا اكن يعني ساحر، ساحر عمال يعمل لكم حركات. فين الاسد يا ابني؟ هجيب بقى خيط بتاعي يكون قوي شوية ومن النص بالظبط، حلف كام لفة كده واعقد كويس قوي. لف 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 عقد 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 بس كده. هتسخنه بقى مسدس الشمع جامد وهتلزقه بيه نقطة فوق ونقطة تحت وتلزقه، اضغطوا عليها تلزق. لو المسدس مش مسخنينه كويس مش هيلزق. لو استخدمتم الدباسة مش هتعرفوا، هتعاكسكم. فهو اسهل حاجة واسهل طريقة في الوردة دي المسدس الشمع، ويكون سخن. هتشوفوا بقى كل طرف مفكوك مش لازق في اللي جنبيه هتقفلوه. الطرف بقى اللي احنا عقدنا منه الوردة الدبارة مش هنخليها نازلة لتحت، هنرفعها لفوق تبقى واقفة كده يعني خط مستقيم لفوق. ليه؟ عشان هي بتبقى واقفة لفوق، يعني لما نيجي نعلقها في الزينة لو احنا منيمين الخيط هتبقى نايمة مش عدلة. احنا عايزينها تبقى عدلة كده وتقعد تلف وتدور وتجري كده اكنها كورة. فانتم الخيط شايفين المنظر اللي انا بعمله، وبعد ما هتوقفوه لفوق كده مستقيم هتروحوا قافلين عليه اللزق. شايفين الخيط لفوق ازاي؟ اهو ده الشكل اللي انا قصدي عليه، ان لما لزقت الخيط لزقته مستقيم لفوق مش نايم، عشان الوردة دي تبقى واقفة او المروحة دي تبقى واقفة. هعمل بقى كمان كيس بنفس الطريقة وبنفس الخطوات بالظبط. بصوا شايفين الخيط اهو، انا بحط اللزق وبلزق الخيط لفوق وبقفل عليه المروحة بتاعتي عشان لما اجي اعلقها تتعلق على الواقف، ما تبقاش نايمة ما تبقاش معوجة. هتعملوا بقى العدد اللي انتوا عايزينه من الشكل ده. ده كده اول شكل احنا عملناه في الزينة، بيبقى حلو قوي لما بيتعلق بيقعد كده يجري ويدور، بيبقى شكله جميل قوي، بيعمل اشكال حلزونية جميلة.
اعملوا بقى العدد اللي انتوا عايزينه من الشكل ده. ده كده اول شكل معانا في الزينة. تاني شكل بقى، هنجيب مجموعة كبيرة من الاكياس هنحطها على بعض، يعني على قد ما تقدروا كتروا، وحاولوا تكون الاكياس مقاس بعض او مش لازم يعني، بس ما احنا مش محتاجين في الاكياس دي انها تكون حجم كبير. هجيب بقى غطا، اي غطا عندي بس مش عايزاه كبير، زي غطا صلصة، غطا علبة عندك، غطا بطرمان، مش كبير. وهجيب بقى قلم جاف وهمشي عليه دايرة، بس همسك الورق الاول بمشبك من كل ناحية عشان خاطر الورق ما يجريش مني، ولما اقص يطلع كويس ما يطلعش بايظ. هعمل دايرة ده شكلها. هقص بقى بالمقص الدايرة دي. هعمل بقى كل دايرة الشكل اللي انتم شايفينه ده مثلث، وبعدين اقفله مثلث تاني. وهجيب بقى ابرة بخيط، وبعد راس المثلث بشوية هدخل الدبوس بالخيط واشد. هعمل بقى كل الدوائر دي بالشكل ده ورا بعض. دي اخر دايرة انا بعملها، بدخلها اهي قدامكم. هعمل ايه بقى؟ شايفين الخيط؟ مش هقطعه، هربط طرف الخيط اللي كان من تحت اللي انا لضمه منه الخيط بالراس من فوق، واضغط جامد، ما خليهاش مهوية عشان تبقى الكرة حلوة. وعقد وبايديكي كده تساوي شكلها، ظبطيها. ده كده شكلها، والخيط مش هتقصيه للاخر، لا انت هتسيبي حتة عشان ده اللي هتعلقيه في عود الزينة بتاعك. كده انا ظبطت شكلها بايدي، وده كده شكلها. ده كده تاني شكل من اشكال الزينة اللي احنا بنعملها. الشكلين اهو مع بعض.
تالت فكرة بقى ممكن نعملها من أفكار الزينة هوريها لكم دلوقتي. هجيب كيس شيبسي، هلفه بالطريقة اللي انتم هتشوفوها دي، واضغط بإيدي وهقص بالمقص اول طرف مش عايزاه. كل بقى الاطراف اللي هقصها تكون متساويه في الحجم، وانا حره اعملها رفيعه او اعملها تخينه، بس احنا يعني اللي عايزينها رفيعه ولا تخينه، وسط عشان يبقى شكلها حلو. والفكره دي جميله جدا، في الاخر بيبقى شكلها شيك قوي. اخر طرف برضو مش عايزاه، هبتدي بقى امسك كل واحدة، اول واحدة هقلبها ناحية الفضي، هجيب بقى تاني طرف هقصه زي ما انتم شايفين وهقلبه على الناحية الفضي وهدخله في الدايرة الاولانية، وهجيب الدباسة واروح مدبساها. هكرر الكلام ده في كل الدوائر اللي معايا. شايفين كده انا عملت فرع زينة، ده من كيس شيبسي واحد. الطول بقى اللي انت عايزاه، عايزة تطولي هتعملي كيس تاني. اللي انا حطاه في بداية الفيديو ده من كيسين شيبسي، اتنين فرع. عايزة تطولي اكتر اعملي كيس شيبسي اكتر، دي بقى حاجة ترجع لك. يبقى كده تالت فكرة معانا اللي هي الفرع بتاع الزينة اللي احنا عملناه. رابع فكرة ان انت ممكن الفرع ده هتعلقيه كده من غير حاجة، او ان انتي كل الاشكال بتاعت الزينة اللي انتي عملتيها هتركبيها فيه بالفتلة، يعني بتعقدي الفتلة فيه بالراحة قوي بس من غير ما تضغطي على الكيس عشان ما تقطعيهوش، وبتعملي الطول اللي انتي عايزاه. يعني عايزة تقصري تطولي الكور، دي حاجة ترجعلك انتي على حسب المكان عندك. ده شكلهم، ده كده شكل الفرع. زي قلت لكم ممكن ان انتم تعملوه سادة شكله حلو، يعني من غير ما تعلقوا فيه حاجة، وممكن ان انتم تعلقوا فيه اشكال مختلفة من انواع الزينة اللي انتم هتعملوه. خامس فكرة بقى معانا، هنعمل مراوح كتير جدا، وفي الاخر هقول لكم هتعملوا بيها ايه. بس المراوح اللي احنا هنعملها، بصوا هنقصها منين، من فوق من تحت، وهنسويها بس مش هنربطها نفس الربطة اللي كنا بنربطها قبل كده. همسك كل واحدة لوحدها، همسكها بمشبك عشان ما تفكش لحد ما اربط التانية. مش هربطها بقى من النص، لا انا هربطها من الحرف، هسيب حاجة كده قد صباع، يعني اقل من عقلة صباع، وهلف عليها الخيط. قبل كده كنت بربطها من النص، دي مش هربطها من النص، دي هربطها من الطرف. اربطها كويس، همسك بقى التانية وهعمل فيها نفس الكلام، وهعمل بقى كمية كتيرة. ما بتقصي الخيط ما بتسيبيش زوايد، يعني قصي الاخر، مش محتاجين زوايد في الخيط. بعد كده هنعمل ايه، هنلزق كل اتنين في بعض بس عكس عكاس. همسك واحدة
بنحط عليها من اللي هو اللزق بتاع الشمع. هجيب التانية احطها بالعكس وهكرر كده في كل الكمية. انا اكتفيت بشوية المراوح اللي عملتهم دول وهوريكم هعمل بيه ايه. بصوا زي ما قلتلكم انا بلزق عكس عكاس. كده انا لزقت كل اللي انا عملته في بعض كويس. انا بعمل كمية على قد الطول اللي انا عايزاه، انا مش عايزة طول اكتر من كده. ده ممكن ان انا اعمل فرع طويل قوي من الزينة، بس ده هيحتاج اكياس شيبسي كتير، بس انا مش عايزة اعمل فرع زينة لان انا عملت خلاص. يعني انا اكتفيت بالفرع اللي انا عملته وهعلق فيه كل انواع الزينة اللي هعملها، لكن لو ما كنتش عملته كان ممكن اعمل الشكل ده وهيبقى من الحرف، ومن الحرف هعمل فتلة وتعلقيها في مسمار ويبقى مشدود ويبقى ده هو فرع الزينة بتاعك. او ان انتي ده تعمليه بطولي كده، يعني تعملي زي ما انا عملت كده وفتلة من فوق. انا بدخل الفتلة بإبرة، يعني بدخل الفتلة اللي انا دخلتها عشان اعلق بيها في الفتلة اللي هي اللي في المروحة بخيط فيه ابرة عشان اعرف ادخلها، ورحت عقداها وعملت الطول الفتلة اللي انا عايزاه وهعلقه في فرع الزينة وعملت الطول اللي انا عايزاه. يبقى دي كده خامس فكرة معانا للزينة. ده الفرع اللي انا عملته، فقلت لكم ان انا مش محتاجة ان انا اعمل من اللي هو الشكل ده فرع طويل. اكتفيت بالفرع اللي انا عملته هعلق فيه الزينة بتاعتي، فعشان كده قلت لكم عملت الشكل ده يكون طولي، لكن لو انتوا حابين ممكن تعملوه يبقى طويل قوي ويبقى فرع زينة كامل وشكله جميل جدا. دي الفوانيس اللي انا عملتها لرمضان، شكلها جميل جدا ومبهج. لو حابين تعرفوا الطريقة بتاعتها ازاي ومعمولة من حاجات بسيطة جدا وموجودة في البيت ومش مكلفة، هتلاقوها تظهر لكم في اخر الفيديو. هيظهر لكم الفيديو بتاع الطريقة بتاعتهم ازاي. اكتبولي بقى في الكومنتات اني زينة اكتر حبيتوها وعجبتكم وممكن تعملوها وتنفذوها، والطرق دي سهلة ولا صعبة، واني فانوس برضو شكله شدكم وعجبكم. بكده يبقى احنا عملنا اعادة تدوير لاكياس الشيبسي او الدوريتوس والاكياس اللي احنا بنستخدمها في الاكل، وكمان عملنا اعادة تدوير لما جينا عملنا الفوانيس للحاجات اللي احنا استخدمناها باكتر من طريقة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتم من الطرق وتكون سهلة وبسيطة وقدرت اوصل لكم المعلومة. ده كده اول شكل عملناه، يا رب يكون عجبكم. ممكن كمان ان انتم تلزقوا كل مروحة في التانية، بتبقى شكلها مجسم هتلزقوها بالشمع.
لو انتم حابين. ايه رأيكم؟ وده تاني شكل اللي قلتلكم، ممكن تعملوه كده ويتعلق في الزينة، او ان انتم تعملوه عود زينة لوحده. وده تالت شكل، جميلة مش كده؟ ايه؟ ما تنسوش السبسكرايب بتاعي، لايك يا بيه، لايك يا فندي، تعالي نشترك في القناة.